انت عايز تفهمني ان واحد انا عارض عليه 250,000 جنيه عشان يقتل الضابط اللي اسمه ادهم ده يسيبهم ويروح نقل الصعيد بملاليم؟ 250؟ انا قدامك اهو يا باشا وتحت امرك، واللي انت عايزه كله منه انا اعمله لك واحسن منه مليون مره. يعني انت مش فاهم ان الفلوس دي كانت طعم عشان نجيب بيها صاحبك اللي باعنا؟ صدقتنا صفوت، عرفت ان كل كلامي كان صح. الواد ده انا لازم اجيبه. اطلع انت بس منها ادهم واحنا هنتصرف. انا هقطع اجازتي وامسك القضيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعت، انا هرجع شغل تاني، اكلم السيد مدير المباحث ويسلمني القضيه. انت مش هينفع تتابع القضيه دي بالذات تاني يا ادهم، وانت عارف كده كويس، وسيد المدير عمره ما يوافق بحاجه زي دي. مفيش يا بيه الكلام ده، انا ضابط مباحث وما ينفعش تبقى مراتي وابني قضيتهم المتهم فيها مقبوض عليه وضابط مباحث ثاني يحقق فيها. لانك مش هتقدر تكون محايد، طول الوقت هتحقق فيها وانت على يقين انك بتحقق مع شخص بالنسبه لك مدان قبل ما تثبت عليه ادانته. والتسجيلات دي مش ادانه، وقتل متولي ده مش ادانه، واختفاء حمدي ده مش ادانه. بص، بمجرد ما بتيجي السيره بتنفعل ازاي، ما بالك بقى لو بتحقق معاه وانكر هتعمل ايه؟ هتودي نفسك في 60 داهية عشان تثبت الحقيقه اللي انت عايز تشوفها. لم يخطر في باله يوما ان الصدفه التي ساقتها الاقدار ستكون المأمن لها، فهي كالنجم الذي دل الرعاة على مزود الصبي. فذهب دوريان جراي ليلة عيد الميلاد ليتدفأ في أحضان أمه من برد الكريسماس القارس. أنا متشكرة قوي يا حازم يا ابني، بجد بجد من غير التمثال ده ما كنتش هحس بالعيد. لا متشكرة على إيه؟ أصل وأنا الحقيقة المرة اللي فاتت أنا حسيت إن أنتي مش مبسوطة عشان التمثال بتاعك اتكسر، عشان كده جبت لك التمثال ده من عندي. بس أرجوك حافظي علينا، إنه غالي عليا قوي. في عينيا يا حبيبي، ده غالي وجاي من الغالي. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب حبيبي، شكرا قوي. ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق. فلما سمعوا من الملك ذهبوا وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ذهبا ولبانا. يعني قصدي ان صاحبك كشفك ومش عايز يلعب معانا، وزمانه بلغ الضابط ورقبتك هتطير. رقبت مين يا باشا اللي تطير؟ خليك بس يا باشا اللي رقبته تطير. الله ينور عليك، وحلاوتك بقى مش اللي اتفقنا عليها قبل كده، هتبقى الطقطقين. ده مش صوت يا باشا، انا مش فاهم حضرتك بتتكلم عن ايه بالظبط. حمدي فين؟ حمدي؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. انا بطلب الافراج عن موكلي بكفاله. اكتب عندك. امرنا نحن السيد عفيفي وكيل النائب العام بحبس الدكتور رأفت حامد اللبيني 15 يوم على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بالتحريض على قتل كل من نشوى محمد محمود وعمر أدهم عبد الحافظ ومتولي عبد الله، وكذلك الشروع في قتل الرائد أدهم عبد الحافظ للتحريض والاشتراك مع آخرين، وذلك لمواجهته بما هو موجه له من اتهامات. كما تؤمر الشرطة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب حمدي عبد التواب.